حاجة إلى الجمال حتى لا يغرق في اللارجاء. أنتم الفنانون النوابغ تتمتعون بالحدس الذي يهبكم أن تتذوقوا شيئا من الشغف الذي نظر به الله إلى صنع يديه يوم الخلق. من هون من رسالة قداسة البابا يوحنا بولس الثاني للفنانين انطلقت المسيرة ببدايات خجولة بأقبية دير عين علق سنة 1996 لما شعرت الأخت لينا الخوان بوجود موهبة عميقة بذاتها دفعتها بشغف نابع من إلهام كبير للمساهمة بتجميل وتحسين كنايسنا. العمل اليدوي الفني والحرفي بدأ مع بداية الحياة الرهبانية وكان ركن من أركانها الأساسية وخاصة بتراثنا الرهباني الشرقي لأنه كان يساعد الراهب والراهبة على الهذيذ الروحاني وتهذيب النفس والحوس. ومع الوقت وبعد ما شعرت الأخوات بضرورة هالمحترف لخدمة أديار الرهبنة والكنيسة جمعاء تم تقديم طلب مشروع إنشاء المحترف للفن المقدس لمجلس الرئاسة العامة سنة 1998 وتم تسليم أول بطرشيل من إنتاج الرهبات يوم خميس الأسرار سنة 1999 ليكون انطلاقة جديدة ومباركة بتاريخ رهبنتنا والكنيسة المارونية جمعاء. بتاريخ 13 كانون الثاني 2001 تم الإعلان عن تأسيس المحترف بطريقة رسمية ضمن يوم الأنطونيات وبلشت المسيرة. تبع هالإعلان المعرض الأول لإنتاج المحترف بسبعة حزيران 2003 بعين علق. وخلال السنوات الأولى بين 2003 و 2005 كان العمل الدؤوب على التطوير وكمان العمل على توسيع الدائرة الزبائنية. هالشي أثمر فروع داخل هالمؤسسة الصغيرة وهن الأيقونات، الزجاجيات، اللباس اللي ترجي، السيراميك، الترميم والتذكارات على أنواع. ب 16 أيلول 2005 انتقلنا لبيت الطالبية برومي وكانت نقلة مباركة وعاد الزخم إلى ربوع المحترف بعد تحضير المبنى وتجهيزه بأسبوع واحد. بتموز 2006 اشترك المحترف بالمؤتمر الماروني النام بشيكاغو بالولايات المتحدة وكانت هالمشاركة بمثابة حافز كبير دفع العاملات والراهبات إلى تقوية الروح الحرفية وتقديم فن كنسي رفيع ذات جودة وإتقان كبير. أما سنة 2010 وبطلب من الرئاسة العامة تم توأمة المحترف مع دير سيدة النوبين وكانت هالخبرة مع حالها الروحي مضنية وشاقة لذلك علقت سنة 2015. من أهم إنشاءات المحترف خلال انتقاله إلى رومية كان زيادة طابق أرميد لمنع النش بالطوابق السفلية بدعم من الصندوق العام وبالتالي جعل المكان أهل للسكن إضافة إلى توسيع نطاق العمل. فتم تجهيز هالطابق لأعمال الفيتراي والأيقونات والحفر على الخشب والتصاميم على اختلافها. تباعاً تم تحديث غرف للرهبات وإنشاء مطبخ وسفرة حتى يصير الطابق الثاني يستوعب وجود جماعة رهبانية دايمة فيه. وتم شراء مكنة تطريز صناعية بمساعدة بعض أديار الانتشار وتسكير جزء من بلكون خارجي ليستوعب هالمكان. وبزيارة البابا بنديكتوس السادس عشر تولى المحترف خياطة بدلات جميع المطارنة بالإضافة لشرشف المذبح المطرز بكل صلبان الكنائس الشرقية اللي تم وضعه بمتحف البطركية ببكركة.
أما سنة 2015 فشهدت تطور روحي مع تواجد جماعة دايمة أثمرت بإنشاء كابيلا مارفريم السريانة بمساعدة الأهل والمحسنين، وتم تسمية المحترف بجامعته الدائرية دير مار فريم السريانة كنارة الروح، اللي كان شاعر وفنان عظيم بتاريخ الكنيسة. لهالسبب اخترناه انه يكون عراب المحترف وشفيعه الدايم. وبنفس السنة جهزت الحديقة بالدير من قبل مهندس زراعي لتصير أهل للزرع مع نظام ري أوتوماتيكي، وانزرعت الأشجار المثمرة والشتول الدايمة لتجميل المدخل، كما ونوضع سياجات وبوابات للحفاظ على سلامة الدير وساكناته. ومؤخراً عملنا قاعدة تحت سنديانة الجنينة للاستراحة والترفيه ضمن الطبيعة. هالسنة كمان شهدت إطلاق ماركت شراويل بقصات تراثية قديمة حملت اسم دايرويو للمخرج جينو عون من تصميم المحترف، وتم تطوير هالمشروع ليطال كافة الأعمار والأجناس مع إضافة قسم للقمصان والبدلات الرسمية. كما رمم المحترف بدلة يوسف بيك كرم وصنع بدلة جديدة على نسقها لتنوضع بمتحف دير القمر. بالإضافة إلى الحرفية العالية، بيرتكز عملنا بالمحترف على روحانية كنيستنا السريانية المارونية اللي بتتجسد بنوعية الحياة اللي بتعيشها الراهبة وأجواء الهدوء والصلاة اللي بتخلقها بوقت العمل. وهيك بيبدأ نهار المحترف مع مار فريم بالأنجلوس الصباحي اللي بيحضرنا للاحتفال بالذبيحة الإلهية. من بعدها ببلش الشغل اللي ما بيقطعه إلا صوت أنجليوس الظهر تيرجع يكفي لغاية المساء، وما بيوقف العمل إلا ليدق أنجليوس صلاة المساء، وعلى أنغام مزمور 91 بيوقف الشغل وبتبدأ استراحة المحارب بانتظار يوم جديد.